بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وصلنا في رحله تتبعنا لمسيحنا في طريقه للصليب لاجل خلاص كل نفس فينا الى ليله الجمعه العظيمه. والليله ديت مليانه احداث كتيره متلاحقه يعني ورا بعضيها، بتحصل حاجات كتير. من أهمها بعد ما المسيح له المجد أسس سر العشاء السري، نلاقي أحاديث سيد المسيح مع التلاميذ عن الروح القدس أو البراكليت والصلاة الوداعية، سمعناها في صلاة الساعة الأولى. وبعد كده أخذ التلاميذ وراح بيهم بستان جسماني وكان بيجاهد فيه، لأن كل معالم الصليب وكل ما سيحدث في الصليب حاضر ومستمر أمام عينيه. والناسوت طبعا كإنسان بيشعر بالألم، ألم نفسية وألم جسدية وألم أدبية، ألم كثيرة بحسس بيها. فكان وهو بيصلي بجاهد جهاد شديد لدرجة الشرايين كانت بتنفجر أو شعيرات الدموية بتنفجر ونزل العرق كقطرات من الدم على الأرض. وقبل ما ياخد تلاميذ بستان جسيماني عطى تحذير لمعلمنا بطرس من جهة إنكاره، إنه يعني عشان ما يسيبوش بدون توجيه أو يقول أنا يعني عندي عذر ما كنتش عارف إن ده إنكار. فالمسيح له المجد كان بيوجه دايما للتوبة والتوجيه الروحي السليم. وبرضه كان وجه في العشاء بتاع الفصح، وجه يهوذا وقال له يعني يا صاحب، واللي هيغمس ايده معايا في الصحفه هو اللي يسلمني. برضه كان تحذير ليهوذا عشان يبقى عنده فرصه انه يتوب، لكن للاسف ما استفادش بيها. وبعد كده والمسيح له المجد بستان جسيماني، جه يهوذا وبالقبله الغشه زي ما سمعنا في الاناجيل، ومعاه جموع من عند رؤساء الكهنه وطبعا معاه جنود من الرومان، قبضوا على السيد المسيح. وبعد القبض أخذوه للمحاكمة في بيت رئيس الكهنة قيافة. وأثناء المحاكمة كانت بداية إنكار معلمنا بطرس في عدة مواقف، ولما تذكر كلام المسيح زي ما برضو سمعنا بكى بكاء مر. وأثناء المحاكمة جاء واحد من خدام رئيس الكهنة ولطم السيد المسيح على وجهه وقال له هكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ فالمسيح له المجد رد عليه وقال له إن كنت فعلت رضيا اشهد على الرضي، وإن كان حسنا فلماذا تضربني؟ طبعا الناس بتاخد العبارة دي بالذات، وكل ما يتعرض لظلم يقول لك المسيح اتضرب ووقف وقال لي تضربني ليه. لكن لو فهمناها هنعرف ان اعتراض المسيح للمجد ما كانش على اللطم، وانما كان على الدعوة اللي ادعاها هذا الخادم. فكان لازم المسيح له المجد يرد، لان الموقف محاكمة، فهو بيدعي عليه ادعاء خاطئ. لو المسيح سكت هيعتبر او اثبت عليه خطأ شرعي او خطأ قانوني. فعشان كده كان لازم المسيح يرد، وفي رده هدفه ان هو يعني ينصحه ويصحح فهمه الخاطئ للحوار. بعد كده أخذوا المسيح استهزأوا بيه، ضربوه وغطوه، وكانوا بيقولوا له تنبأ مين اللي ضربك. يعني شوف سلسلة من الألام والتعب والبهدلة كلها حملها المسيح للمجد ورا بعضيها. وحاجات كتير كتير تانية كانوا بيقولوها عليه مجدفين على المسيح. وأثناء المحاكمة جابوا له شهود زور عشان يحاولوا يثبتوا عليه اي حاجه يقدروا يصدروا بيها الحكم. ودخل رئيس الكهنه في حوار مع المسيح له المجد، وفي الاخر قال له اهو جدف واصدر الحكم بالموت. كان رئيس الكهنه من سلطانه انه ممكن يصدر حكم بالموت. اثناء القبض على المسيح معلمنا بطرس استل سيفه وقطع أذن ملخس اللي هو برضو من
الخدام اللي موجودين فقطع ودنه اليمنى. سيد المسيح ما سابش الموقف ده كده يمر وخلاص، لكن في شدة ضيقته وشدة يعني الآلام اللي بيتحملها في اللحظة دي بيصحح تصرف بطرس. قال له يا بطرس رد السيف بتاعك، احنا مش بتوع ضرب ولا نرد الشر بالشر، والكأس اللي أبي أعطاهاني ألا أشربها. يعني عايز يقول له ده هتفهم بقى فيما بعد ان كل اللي بعمله ده شيء مدبر وبتخطيطي، وانا عارف كل خطوة بتحصل وكلها لأجل خلاص كل واحد فيكم. فالمسيح مد ايده واخد الجزء بتاع ودن ملخس وركبها مكانها. طبعا احتمال تكون الجزئية دي اتبهدلت مع القطعة بالسيف اكتر من حتة، فالاباء او المفسرين يقولوا المسيح هنا ربما يكون خلق أذن جديدة لهذا العبد. طبعا حاجة محدش يقدر يعملها غير السيد المسيح، الودن ترجع مكانها، النزيف يقف، الألم يروح، حاجة طبعا جبارة. البعض يقول إن ملخص ربما بتأثيره بالمعجزة ديت آمن بالسيد المسيح. وأيضا نقطة أخرى إن المعجزة دي بتعتبر من ضمن الإثباتات على إن اللي اتقبض عليه في البستان هو المسيح له المجد وليس آخر يشبهه زي بيقول البعض. اتأكدت الواقعة ديت أثناء إنكار معلمنا بطرس وهو بينكر. كان في واحد موجود نسيب ملخس اللي اتقطع ودنه وقال له مش أنت هو اللي كنت موجود معاه وعرفتك لما اتقطع ودن نسيبه؟ فده يثبت صحة أن اللي اتقبض عليه هو المسيح وليس آخر. طبعا وإحنا بنعيش الأحداث الحزينة دي مع ذكرياتها بنحتاج أن احنا نبص على البعد الآخر المعزي، أن احنا نشوف الحزن اللي كان موجود إزاي بيتحول إلى فرح، والظلم إزاي بينهار، والباطل اللي كان ماشي ويتسيد بدأ يتبدد، العقائد الخربانة اللي كانت عند الكتبة والصدقيون لما مش بيؤمنوا بالقيامة وتحاوروا مع المسيح، لما المسيح قام طبعا اتفجرت هذه العقائد الخربة. وبنشوف أيضا الجحيم وهو بيفقد سلطانه، وبنشوف أيضا الشيطان اللي دبر كل الأمور ديت وهو يعني من أكبر درجة كان من رؤساء الملائكة قبل ما يسقط، إزاي بيتجرد من رتبته زي ما قال معلمنا بطرس، معلمنا بولس آسف، لما بيقول جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بيهم في الصليب. فدي أحبائي يعني ملاحظة أو نظرة سريعة على أحداث هذه الليلة. طبعا احنا وبنتتبع المسيح في ألامه وماشيين وراه للصليب للقيامة وكل الأمور الخلاصية بنعرف أو بنحس أن كنيستنا بتحب طبعا المسيح جدا وبتحب صليبه. وبولس الرسول يكلم أهل كورنثوس يقول لهم مش عايز أعرف حاجة منكم خالص غير أن أنا أشوف ان انتوا باصين على المسيح المصلوب باستمرار وماشيين وراه، حتى يوم المسيح قام الاموات نلاقي الملاك يوصف المسيح مش المسيح القائم، يقول لهم انتن تطلبنا يسوع المصلوب، يعني علامه الصليب هي اللي تبع المسيح باستمرار، لان بموت الصليب تم فدائنا وعودتنا للفردوس مره اخرى. فقال لهم يعني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. والصبح وإحنا بنشوف سر الرباني والمسيح بيأسسه في الحديث الطويل عن أهمية الجسد والدم المسيح قدمهم النهاردة، في الآخر علق من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. عايز اوصل لايه من النقطه دي، ان بولس بيقول مش عايز اشوف بينكم غير المسيح مصلوب
والمسيح بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. أشعر أن احنا محتاجين خطوات نخطوها نحو المصلوب، يعني ما نبصش كده على المسيح كنا بنتفرج على يعني حدوته، بنتفرج على فيلم ونشوف نهايته ايه، لكن صليب المسيح ده حياة، والمسيح سر حياتنا وسر خلاصنا. فمحتاجين نعرف خطوات لابد ان احنا نخطوها نحو المصلوب، نتحرك ناحيته، نتحرك تجاهه، لان هو فاتح احضانه وعايز نحن نستقر في احضانه. فمحتاجين نعرف هذه الخطوات نتأمل فيها. فاللي يبص للمسيح المصلوب، اول ما تبص كده على الصليب والمسيح متعلق وكل الجراحات والاتعاب اللي هو شايلها بجسده من اجلنا، هتحس اول حاجه بالخجل من خطاياك، لان هي اللي عملت فيه كده، خطيتنا عملت فيه كده. فنبتدي اول خطوه نحو المسيح المصلوب بالتوبه، دي اول خطوه وانت بتتجه ناحيه المسيح المصلوب. يعني بنسمع في القداس في قسمه جميله بيختم فيها ابونا ربنا وهو بيقسم الجسد، يقول له خطاياي هي الشوك الذي يوخذ راسك المقدسه، انا الذي احزنتك او احزنت قلبك بسروري بملاذ الدنيا الباطله. فدي اول خطوه نخطوها ناحيه المسيح المصلوب بالتوبه. بمجرد الانسان يدي ظهره للخطيه ويتجه لربنا بالتوبه، هيشوف انين الصليب ويشوف عطش المسيح عليه، فيبتدي ياخد الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه نسميها مجاهده الاوجاع. الاوجاع اللي هي ميول الخطيه، يحاول الانسان اللي بيتقدم للمسيح المصلوب انه يتخلص منها. تقول لي يعني ايه الاوجاع وايه الميول؟ تبتدي تكتشف السلبيات اللي اتراكمت في طبيعتك، في ارادتك، في فكرك، في مشاعرك، في سلوكك، في حواسك. هتلاقي فيها حاجات سلبيه واخطاء كتير وانت بتستجيب ليها للاسف. فتبتدي تجاهد عشان تتغير للصوره اللي ربنا عايزها. عايزنا ايه بقى الصوره؟ شوف الكتاب يقول عايزنا نبقى شكلنا ايه؟ المولود من الله لا يخطئ ولا يستطيع ان يخطئ. فده اللي احنا يعني مطالبين بيه واحنا بنتجه ناحيه المسيح، يشوف الخطوات دي عمليا فينا، ان احنا بنقاوم جذور الخطيه. لان المسيح مش بيقول لك بس حته توب، ده بيقول كونوا قديسين. فالواحد يبص لنفسه كده يبقى حزين انه حتى هذه اللحظه ما بقاش قديس. فالمنهج الارثوذكسي بتاعنا طبعا بيختلف عن مناهج الطوائف الاخرى، ان هم عندهم مجرد يتوب على طول يهللوا بالخلاص وبالمخلص. طبعا عدو الخير يفرح بالحته دي عندهم ويبتدي يوقف حرب على الخطايا الكبيره اللي فيهم ما يحاربهمش، فيبتدي يتحرك جواهم احساس ان هم بقى كويسين افضل من غيرهم، وهو مش محتاج لحاجه اسمها الجهاد. طبعا هذا المنهج له اضرار روحيه صعبه جدا هنشوفها واحنا بنتكلم. فمنهجنا الارثوذكسي هو الخطوه الثانيه، الجهاد ضد اوجاع الخطيه. الخطوه الثالثه ناخدها ناحيه المصلوب، وهي ثمار القداسه، يعني اقتناء ثمار الروح. لابد واحنا ماشيين في اتجاه المسيح ليفرح بينا يلاقي فينا هذه الخطوه، ثمر موجود فيك ثمار الروح. الخطوه الرابعه تكريس القلب. لما نقرب كده من المصلوب تسمعه بيقول لتكن لا إرادتي بل إرادتك، قالها فين؟ في بستان جسيماني. ودي معناها إيه؟ قمة الملكية لله، إن أنت بتقول ربنا مش اللي أنا عايزه لكن اللي أنت عايزه يا رب. أشعر إن في يعني عندي ثمار، ربما البعض عنده بعض الثمار في حياته الروحية، لكن نشعر إن أنا لسه قلبي مش كامل أمام الله، لسه ما كرستوش بصورة كاملة. يعني إيه؟ يعني المسيح مش هو الشاغل الوحيد في قلبي، مازال في حاجات أخرى إلى جانب المسيح. ما قدرناش لسه نوصل للحتة اللي قالها معلمنا بولس
مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فبنكرس القلب مش بس الجسد، الجسد ممكن سهل قدام الناس، لكن الأهم عند ربنا أن القلب يبقى ملكه بالكلية. وده يحصل لما زي ما قلت المسيح يبقى هو الوحيد اللي بيشغل قلبنا وفكرنا. واحنا بنتقدم عشان نصل الى احضان المصلوب او بنتجه ناحيه المسيح المصلوب، اخر خطوه ناخدها بنسميها خطوه الاتحاد بالمسيح. الاتحاد بالمسيح اتحاد شعوري، ده يعني بيعتبر عربون الاتحاد النهائي في ملكوت السماء. اذا الطريق نحو المسيح المصلوب عباره عن سلم درجاته خمسه، سلم درجاته خمسه. يا ريت لو ما هننسى التفاصيل نفتكر العناوين. اول سلمه توبه، السلمه الثانيه مجاهده الاوجاع، السلمه الثالثه ثمار القداسه، والسلمه الرابعه تكريس القلب، والسلمه الاخيره الاتحاد بالمصلوب شعوريا. تعال نشوف بسرعه في دقائق قليله كل واحده من دول تمشي ازاي في حياه كل واحد فينا. التوبه يعني الرجوع عن الغلط، يقول له ارددنا يا رب فنحيا. فلما تبص للمسيح المصلوب اللي جه وتألم عشانك تلاقي نفسك بتعمل ده المفروض، نلاقي نفسينا بنعمل زي زكى العشار، عمل ايه؟ على طول جري عشان يتمتع بالمسيح، فدخل المسيح بيته. فلما دخل المسيح بيته هو لحظة طلع الشجرة عطى ظهره لحياته الماضية، ظهره للخطية. فالمسيح دخل بيته حرره من أسر حب المال والمادة، وأصبح له فكر جديد وشهوات جديدة، وتحرر من حتة الأنا، وبقى قلبه كله للمسيح. فعايز أقول حتى إحنا لما نبص على صور القديسين نحس ان صورهم بتبكتنا على الخطيه. طب كم وكم لما نبص على وجه المسيح المصلوب عنا. طبعا هنا يقولوا الاباء لو الواحد فعلا عنده هذا الاخلاص هيحصل فطام من الخطيه ولو بالنيه من جوه، مجرد تبص على الالام بتاعه المسيح، ويحصل تحول في الحياه، وتلاقي الانسان بيدي وشه أو اتجاهه وكل قلبه للمسيح المصلوب، وبالتالي تحصل له صحوة وتحصل له التفاتة ناحية المسيح. يعني يحصل زي ما حصل مع شاول كده انقلاب. شاول اللي حصل في حياته من شاول لبولس ده انقلاب، بس انقلاب داخله حوله إلى بولس الرسول. فالتوبة باختصار شديد يعني عبارة عن إنسان يندم على الخطية ويصر على تركها، ويبقى عنده إيمان وثقة بدم المسيح المسفوك على الصليب اللي أنا باصص عليه، إنه قادر إنه يغفر وقادر إنه يخلص ويطهر ويقدس، وبالتالي يبقى بتدخل للتوبة وأنت بخطوات ثابتة، وتكمل التوبة بالاعتراف على إيد الأب الكاهن، وتبتدي الحياة الروحية أو الطريق الروحي، وتاخد توجيهات توجهك ناحية المسيح المصلوب. وساعتها بقى الإنسان اللي ماشي في التوبة بالصورة الحلوة ديت متجه للصليب هيبص إلى قلبه من جوه بيهتف يقول من لي هو في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. فدي توبة بتبقى دافعها هو الحب للمسيح المصلوب. الإنسان يشعر بحب المصلوب وبالتالي بيجري بيتوب بسرعة لأنه مش عايز يحزن قلب الله. وزي ما قال المسيح من يحب كثيرا يغفر له كثيرا. طريق التوبة أحبائي في أرثوذكسيتنا لا ينتهي في لحظة معينة، لكنه مستمر لنهاية الحياة. ما فيش إنسان يجي في لحظة يقول الحمد لله أنا اكتست زمان التوبة، ما عندناش الكلام ده. حركة التوبة مستمرة ضد
الخطايا وأشباه الخطايا. أشباه خطايا يعني إيه؟ يعني حتى الآباء يقولوا لو واحد عنده لذة في الأكل، يأكل بشهوة كده ويأكل بكثرة، دي تعتبر طريق للخطية. الكسل لو عندنا كتير، ما ده شبه شر. التلذذ الجنسي في الصور، واحد يجي قدامه صورة جنسية يركن عندها ويتلذذ بيها، ما ده شبه شر، هتقود لخطية. عدم القراءات الروحية، عدم التأمل، طياشة العقل، كل دي يعني عقلك بيطيش منك في أمور لا تبني، أو بتعامل حد يقول لك عامله المثل بالمثل، كل ده شر. الأحاديث التافهة، الانهماك بالساعات الطويلة قدام الميديا، كل ده طريق للشر، محتاجين احنا نقف عنده ونقدم توبة حقيقية للمسيح الذي أحبنا. دي أول خطوة. الخطوة الثانية مجاهدة الأوجاع. يعني مجرد الإنسان يبدأ التوبة يبتدي الشيطان يهيج عليه، ويبتدي يصير الناس اللي حواليه ضده، يبدأوا يعكسوه، فيبتدي يحاربه في فكره، يحاربه في إرادته، يحاربه في علاقاته بالناس، يحاربه في سلوكياته، في مشاعره، يصير عليه أفكار الشهوة القديمة، يخلي حد يغيظه ويتحرك بالغضب، ويحرك في داخله قلق على الظروف اللي احنا فيها في الحياة، يشككه في الإيمان. فالحرب دي مش معناها ان ربنا سابنا، انما في الحالة دي عاملة بالظبط زي ايه؟ زي واحد رفع حجر كبير في الأرض فطلعت من تحتيه آفات وحشرات كبيرة مضرة، فيبتدي يجاهد ضدها. فهنا يبتدي الإنسان وهو بيتوب يراقب سلوكياته، يراقب أفكاره، يراقب حركاته وكلامه، ميول قلبه وحواسه، ويبتدي يفتح ودانه حتى لنقد الناس، بس ما يتنرفس عليهم. حد بينقده يقول آه ده لأجل صالحي، ويبتدي يستخدمه يصلح حياته. لكن إذا غضبت من نقد الناس ابتدي اعرف ان انت مش ماشي مظبوط. تقول لنفسك بقى، هو انا انسان مرائي ولا ايه؟ انا محبتي لله ضعيفه؟ انا حواسي منفلته كده ومنحرفه؟ لقيت نفسك بتغضب، واحد اداك ميعاد وتاخر عليك، الغضب اللي اتحرك والانتقام، فكل دي محتاجه مننا ان احنا نقاومها. فمجاهده اوجاع الخطيه معناها استئصال جذور الخطيه. تعلمها لنا المسيح في العزة على الجبل، تشيل الجذور ديت اللي بتميل للشهوة والشر بنعمة ربنا، الروح القدس ساكن فيك يساعدك، ومع إرشاد أيضا الأب الكاهن أب اعترافك، هتقدر تصل إلى ضبط النفس. كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. لكن إن سبت الجذور ديت هتكبر جواك وتبقى شجرة، الثمار بتاعتها عبارة عن إيه؟ عبارة عن ثمار الموت، فخلي بالك. فدي تاني خطوة تجاه المصلوب، مجاهدة الأوجاع. خطوة التالتة ثمار القداسة. فإحنا الإنسان وهو بيجاهد بنعمة ربنا يبتدي يسأل نفسه، أنا عندي إيه من ثمار الروح القدس؟ أنت النهاردة متعمد عندك سن 30 40 50 أيا كان، الثمار اللي أنت اقتنيتها من يوم ما الروح القدس حل جواك وعايز يشتغل وعايز يثمر فيك. ابتدي اسال نفسك، هل انا عندي محبه حقيقيه؟ دي اول ثمره. هل انا عندي فرح حقيقي؟ هل انا عندي طول انا وسلام داخلي؟ هل انا انسان لطيف ولا انا انسان حد الطباع؟ هل انا انسان صالح؟ اتجاهاتي سليمه، تفكيري سليم، كل شيء بيبقى خير في حياتي، ولا انا ماشي ازاي؟ هل عندي وداعه؟ للمسيح الحاجه الوحيده اللي طلبها مننا نعملها زيه، قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب، وداعته واضحه كانت مع كل الخطاه. يستقل يعني ما كانش بيتعالى ان هو يقف معاهم. واحده زي السامريه سيرتها سيئه مع بطرس، يروح يقول له اتحبني ارعى غنمي، فكان وديع جدا بنظرة عتاب مليانة بالحب لأي خاطي كان بينتشله من خطيته. فوداعة المسيح وداعة حقيقية،
بص للمصلوب وتعلمها منه، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع حد في الشوارع صوته، واحنا صوتنا طبعا بيجيب مش اخر العمارة، بيجيب اخر الشارع. قصبة مردودة لا يقصف، فتيلة لا يطفئ، فتيلة مدخنة يعني ما فيهاش امل، لكن هو يعطيها الامل. فوداعة بتاعة المسيح وداعة حقيقية وجبارة. وداعة المسيح مش شكلية بيكتم وراها غيظ، يعني يبقى بيتصرف انه انسان طيب وحنين وهو مجامد غاظ، انما وداعة بتلتمس دايما الاعذار للغير. فمسيحنا المصلوب عننا احبائي يريد ان يرى قديسين وليس مجرد مؤمنين. يا ريت ناخد بالنا، دي شهوة قلب الله المصلوب عننا، يريد أن يرى قديسين وليس مجرد مؤمنين. في طوائف طبعا غير أرثوذكسيتنا بتميل في خدمتها لحاجة اسمها خدمة المحبة، أو يهتموا بالتعلم. لكن احنا الأرثوذكس نميل لحاجة تانية بقى، نميل لتقديم نماذج عملية، نموذج شخص المسيح للمجد عشان نتبع خطواته، نماذج القديسين اللي هم عمل ايد المسيح، ونبتدي نطلب ان احنا نبقى زيهم. يقول انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا، يعني تشوفها فتلاقيها جميلة فتقتنع انك تعمل زيها. دي نماذج تأثيرها يسري في حياتنا فتحيي فينا ثمار الروح. الخطوة الرابعة واحنا ماشيين في طريقنا نحو المصلوب، تكريس القلب، يعني يبقى القلب بالكامل لربنا، ميبقاش في مكان لأي محبة غريبة. يعني كنا النهاردة مثلا بنحزن لأي خسارة تحصل، واحد عربيته اتخبطت وهتتكلف قد كده لما تصلح، يبقى زعلان ومتضايق واللي يكلمه يطلع فيه محبة غريبة وهو مش واخد باله منها، علاقة خاطئة أو محبة للمادة. كل ديت لو وجدت في القلب يبقى المسيح لسه لم يملك القلب تماما. فالمسيح لابد يبقى مركز حبك ويبقى عريس نفسك. فياريت يعني واحنا بنبص المسيح المصلوب النهاردة تبص كده واسأل نفسك، هل المسيح يعني هدف في حياتك انك تحبه؟ حب المسيح ده هدف عندك ولا مجرد تأدية شوية ممارسات وخلاص؟ تيجي وتترمي في حضنه وهتقول لي هترمي في حضنه ازاي؟ وقفة صلاة، قاعدة مع الانجيل، في حضور اجتماع روحي، رحت في خلوة او في خدمة، وتبتدي تطلب من ربنا قوته تعمل فيك، تعمل في ضعفاتك، وانه يهدي الشهوات اللي جواك. فالمسيح احبائي لوحده المصلوب من اجلنا هو المصدر لكل حياتنا. يقولوا الاباء كده المفتاح اللي يفتح على كل المبنى الروحي لحياتك. هل انت تبص المسيح كده الماستر كي بتاعك؟ يقول احد القديسين تعبير جميل، يقول ان لم تأتي اللحظة التي تشعر فيها انك والمسيح فقط فليس لك نياح. ما كنتش تشعر انت والمسيح بس مش مشغول بغيره، انت مش في راحة. لذلك الاباء يعرفوا الرهبان عبارة عن ايه؟ الرهبان عبارة عن انحلال من الكل للارتباط بالواحد، كان دايما البابا شنودة يقولها. فهل المسيح هو اللي انت بتجيله في كل ظروف حياتك بتشعر انه بيشبع جوعك سواء الروح الروحي او الجسدي؟ فاذا تكريس القلب احبائي معناه ان يكون المسيح هو العريس النهائي للنفس، العريس النهائي لنفسي ولكل نفس فينا. آخر خطوة ناخدها نحو المسيح المصلوب الاتحاد بالمسيح اتحادا شعوريا، يعني النفس اللي تتحد بالمسيح لا يمكن تنفصل عنه. يقول كده معلمنا بولس حتى الاتحاد دي، يقول البسوا الرب يسوع، بمعنى ان المسيح يبقى مسيطر تمام على كل المشاعر. تلبس المسيح يبقى اللي يبص لك كده يشوف المسيح مش فاكش انت، في السلوك في الطموح في حياتك كلها. يقول انتم الذين اعتمدتم للمسيح يسوع قد لبستم الرب يسوع،
يعني احنا اوريدي لبسنا المسيح بالمعمودية، لكن هل فعلا هو المسيطر؟ دي النقطة نسأل نفسنا فيها. يبقى شاغل الإنسان بصفة عامة هو أن عايز ينمي هذه المشاعر الداخلية من خلال اتصال مستمر بربنا. يا أما تقعد باب اعترافك دايما يأكد عليك، بتصلي، بتقرأ الإنجيل، لأنه عايز يضمن الاستمرار في الاتصال بالله، الاستمرار في الاتحاد به أو محاولة الاتحاد به، تناول باستعداد، الصلاة دايما إلى آخره. بالطريقة دي أحبائي يحيى المسيح جوانا، ويبقى هو الكل في الكل في حياة كل واحد فينا. واحد من الشباب مرة بص الشجرة كده في الخريف والورق بتاعها كله وقع، فبقت شكلها صعب قوي، فقال عبارة لطيفة. قال ايه؟ قال ان كان الرب يعتني بهذه الشجرة ويعود يكسوها، اما يحييني انا؟ ايه رأيكم بقى؟ ها الشجرة اللي بتشوفوها بقت قرعة خالص زيت، اسف الكلام يعني، بس لما يجي وقت الربيع تبتدي تخضر والروائح الجميلة تطلع ويتغير حالها تماما. فهنا يبقى الله بداخل الإنسان اللي بيسعى أن يتحد به، يبقى مصدر فرحه، مصدر تعزيته، هو نصيبه. ويقول مع عروس النشيد كده تعبير الجميل بتاعها، تقول وجدت من تحبه نفسي أمسكته ولم أرخه. هذه اللي عايز يتحد بالمسيح، ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. كلام جميل، في حلاوة المذاق وفي حرارة الأعماق وفي نشوة الانطلاق، عايز انطلق كده في حب المسيح. فالاتحاد بالمصلوب أحبائي يخلينا نحب كل الناس، ولا نسخر من أحد ولا نحتقر أحد. ليه؟ حول المسيح، للشخص اللي أنا بحتقره يحمل المسيح جواه. فهنا الإنسان بقى اللي بيتحد بالمصلوب حقيقي بياخد عربون اتحاده بالمسيح الأبدي أورشليم السماوية. فنبتدي هنا بالاتحاد بالمسيح شعوريا إلى أن نكمله فوق بوحدة نهائية لا تنفصل في الأبدية السعيدة. المسيح النهاردة أحبائي وهو بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، عايز يفرح لما إحنا نأتي إليه نستجيب لعمل الصليب لأجل تقديس الإرادة وتقديس الفكر، تقديس الأعماق من خلال خطواتنا نحو المصلوب. إيه خطواتنا نحو المصلوب بقى؟ من التوبة إلى مجاهدة الأوجاع، إلى ثمار القداسة، إلى تكريس القلب، إلى الاتحاد بالمصلوب إلى الأبد. له كل مجد الأبد. أمين.